تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب مستمعين الأعزاء بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد، الأستاذ فاضل حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ودائما مخرجنا المتألق نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أيضا مستمعين الأعزاء رحب بتواصلكم معنا، نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام التالية 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعين الأعزاء نذكركم بالخدمات، الاستفادة من الخدمات المميزة في هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة الواتساب، وأيضا خدمة أو مبادرة دوائي التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا. جميع هذه الخدمات مستمعين الأعزاء يمكنكم الاستفادة منها والتواصل على الرقم الموحد المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42. وخلنا ناخذ مستمعينا الأعزاء أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم، فقرة التغذية. ولكن قبل الفقرة هاي خلنا نقرأ معكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن الاكتئاب المبتسم. نحن مستمعينا الأعزاء سمعنا عن الاكتئاب، ولكن ما هو الاكتئاب المبتسم؟ طبعا يعرف الاكتئاب المبتسم بأنه حالة يبدو خلالها الشخص سعيدا، بينما يعاني في الحقيقة من أعراض اكتئاب داخلية، وفي حين أنها ليست مصطلحا تقنيا يستخدمه الأطباء، ولكن الاكتئاب المبتسم هو أقرب تسمية علمية لمن يصاب بالاكتئاب وينجح في إخفائه. وقالت أيضا أوليفا رميس، طالبة دكتوراه في جامعة كامبريدج، من الممكن أن تكون مكتئبا وتتمكن من إخفاء الأعراض بنجاح. وأوضحت أيضا أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من مزاج منخفض وفقدان المتعة في الأنشطة بسبب الاكتئاب المبتسم يتمكنون من إخفاء هذه الحالة. فإن الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يضعون أيضا قناعا للعالم الخارجي، يظهر أنهم يعيشون حياة طبيعية ونشطة على الدوام، بينما يشعرون في الداخل باليأس والحزن، وفي بعض الأحيان أيضا تراودهم أفكار بإنهاء حياتهم. وأشارت أيضا رميس إلى أن بينما يعاني واحد من كل 10 أشخاص من الاكتئاب، فإن من بين هؤلاء ما يصل إلى 40% قد يعانون من الاكتئاب المبتسم. وتزامن المستمعين الأعزاء مع الحجر المنزلي وبسبب فيروس كورونا، فإن هذا النوع من الاكتئاب الخطير قد يشهد انتشارا واسعا، خاصة في ظل عدم القدرة على ملاحظة أعراضه. ومن الصعب أيضا تحديد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب المبتسم، لكن هؤلاء الأشخاص هم غالبا ممن يعانون من المزاج المتقلب. ويمكن تحديد مستمعينا الأعزاء أولئك الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم عن طريق بعض الأعراض، منها الإفراط في تناول الطعام، إحساس بالثقل في الذراعين والساقين،
حاسية مفرطة في النقد أو الرفض، الشعور بالاكتئاب، وأخيرا الحاجة إلى نوم لفترات أطول من المعتاد. نأخذ مستمعينا الأعزاء الأستاذ هنادي الغبيش أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، ونستفيد ونستمع منها أنواع الزيوت الصالحة للطبخ. أستاذ هنادي صبحك الله بالخير والنور والعافية. خير أخ عبد الله، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. اليوم إن شاء الله موضوعنا رح يكون كتير موضوع مهم لربات البيوت نظرا لتعدد أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. طبعا دائما بتورد أسئلة إلنا، أي نوع أفضل لعملية الطبخ داخل البيت، عملية القلي، لاستخدامه داخل الأفران؟ فكل هذه التساؤلات دائما تتردد علينا، والربات البيوت تكونوا محتارين أي نوع من الزيوت يختاروا. هلأ بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، دائما إحنا بنعتمد على طريقتين لتصنيف أي نوع من الزيوت تستخدم ربة البيت. هذا بيعتمد على طريقة الطهي ونوع الزيت المستخدم ونقطة التدخين عند هذا الزيت. هلأ كل نوع من أنواع الزيوت له نقطة تدخين أخ عبد الله. هلأ إيش هي نقطة التدخين؟ هي النقطة اللي بيبدأ عندها الدخان بالتصاعد وبتغير لون الزيت، بيصبح لونه داكن، بيبدأ بالاحتراق. هلأ ومكونات الزيت بتبلش بالتأكسد وبيكون بعدها مادة تسمى الألدهايد، وهي هاي المادة الضارة اللي بتنتج نتيجة احتراق الزيت إذا تعرض لحرارة عالية أعلى من درجة التدخين. هلأ مثل ما قلنا كل زيت له درجة احتراق ودرجة تدخين معينة، بالتالي زيت الذرة وزيت دوار الشمس بالدرجة الأولى اللي بنقدر إحنا نستخدمهم في عمليات القلي. ليش؟ لأنه درجة التدخين عندهم تعتبر عالية، وهي تقريبا 232 درجة لزيت الذرة مثل ما قلنا وزيت عباد الشمس. مشان هيك ممكن نستخدمهم في عملية القلي. بيجي بالدرجة الثانية زيت الكانولا، درجة التدخين إلى 204. هلأ إحنا لما نقلي الزيت أكيد بتوصل درجة الحرارة أعلى من 200 درجة مئوية، بالتالي هو بيحتاج إلى زيوت درجة التدخين إلها مرتفعة مشان ما يحترق ويكون المادة اللي قلنا عنها اللي هي مادة الألدهايد الضارة. هلأ في كمان كتير بيسألونا عن زيت الزيتون، هل هو صالح للطبخ؟ هل هو صالح للقلي؟ هلأ أنا قلت الطبخ والقلي والطبخ داخل الفرن. هلأ هاي عمليات التعرض للحرارة بتختلف. هلأ إحنا لما نقول نقلي الطعام يعني نعرضه لحرارة أكثر من 200، يعني درجة حرارة الزيت بتكون أعلى عن 200-220، بالتالي لازم إحنا نختار الزيت اللي درجة التدخين عنده أقل عن 200. صحيح. اللي هم مثل ما قلنا هو زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الكانولا. نعم. هلأ نيجي لعمليات الطبخ اللي هو بيكون على الغاز، درجة الحرارة بتتراوح من 120 إلى 170-180 درجة، بالتالي هون بيجينا أسئلة عن زيت الزيتون. فبنقول زيت الزيتون درجة التدخين له تقريبا 160 إلى 190 درجة، بالتالي فهو غير صالح لعملية القلي لأنه القلي بيحتاج إلى درجة حرارة أعلى عن 220. لكن بالنسبة للطبخ على الغاز ممكن نستخدمه، لأنه لما نطبخ على درجة 120-180 هو لسه ما وصل إلى درجة التدخين ودرجة الاحتراق وما بيكون لنا المادة السامة. لكن بالنسبة للأطعمة اللي بتحتاج استخدام الفرن، وضعها داخل الفرن، الأفران بالعادة درجة حرارتها بتكون أعلى عن 180-220، بالتالي كمان إذا حطينا زيت الزيتون ودخلنا داخل الفرن ممكن إحنا نعرضه لعملية الاحتراق والأكسدة، وبالتالي تكون هي مادة الفري راديكالز والألدهايد اللي هي بتكون ضارة على الجسم ومسرطنة على المدى البعيد. نعم. هلأ في كمان عندنا أنواع زيوت تانية رح أذكر بعض منها، هي قد تكون غير شائعة للطبخ لكن كمان ممكن إذا يعني تواجدت ممكن للأشخاص إنهم يستخدموها. عندنا زيت الأفوكادو بيحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة بكميات كثير كبيرة، وهو زيت نباتي جدا مفيد ودرجة احتراقه كمان عالية، بالتالي ممكن إحنا نستخدمه في عمليات الطهي. لكن يعني السلبية عنده إنه هو سعره شوي نوعا ما غالي وغير متوفر باستمرار.
هلا في عندنا زيت الجوز الوالنت اويل درجة احتراقه متدنية، بالتالي ما بنقدر نستخدمه في عمليات الطهي ولا في عمليات القلي. نعم. عندنا زيت بذور الكتان كمان درجة احتراقه متدنية، بالتالي ما بيمكننا نستخدمه في عمليات الطهي وعمليات القلي. وزيت السمسم، هلا زيت السمسم مثل ما قلنا كمان هو زيت نباتي بيحتوي على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، وهو زيت كثير مفيد، درجة احتراقه عالية، بالتالي ممكن نستخدمه في عملية الطهي، لكن ما بنقدر نستخدمه في عملية القلي لأنه درجة التدخين عنده أقل عن 200. نعم أستاذة هنادي الغبيش، شكرا الحقيقة على المعلومات المفيدة. وأخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، تحدثنا معك عن أنواع الزيوت الصالحة للطبخ، كل الشكر والتقدير. أهلا وسهلا بك حبيبي. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بيكون معانا ضيف الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معاه عن التطبيق الذكي بهيئة الصحة بدبي، ومعلومات كثيرة طبعا أطلقت هيئة الصحة بدبي مؤخرا الكثير من الخدمات والتطبيقات الذكية في يعني مصلحة متعاملينها. فخلكم ويانا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، راجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واتصالكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، ضمن جهود هيئة الصحة بدبي المستمرة لتوفير خدمات متميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام، حرصت هيئة الصحة بدبي على توفير حزمة من خدماتها الذكية عبر تطبيقها الذكي DHA، والتي تساهم في توفير وقت وجهد المتعاملين وتلبي أيضا احتياجاتهم المختلفة دون مشقة وعناء. ودون مشقة وعناء المراجعة الشخصية لمنشآت هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، للتعرف على التطبيق الذكي والخدمات الذكية لهيئة الصحة بدبي، يشرفنا اليوم أن يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات بهيئة الصحة بدبي. أستاذ وليد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أستاذ عبد الله، كيف حالك؟ الله يحييك استاذ وليد. سلام ان شاء الله. الله يسلمك الغالي. نحن طبعا نعرف ان هيئة الصحة بدبي يعني اطلقت الكثير من الخدمات الذكية، ولديها ايضا تطبيقات ذكية تسهل على المتعاملين يعني الاستفادة من الخدمات الصحية بهيئة الصحة بدبي. استاذ وليد، لو تعطينا فكرة عامة عن التطبيق الموحد لهيئة الصحة بدبي DHA. طبعا التطبيق هو اطلقناه في 2018، عباره عن بوابه موحده لخدمات الهيئه. طبعا التطبيق متوفر باللغتين العربيه والانجليزيه، نعم، وكذلك بعد متوفر على الاندرويد والابل ستور. طبعا في التطبيق فيه حزمه من الخدمات، من خدمات المرضى، وحديثنا اضفنا فيما يتعلق بالتوعيه بكوفيد 19 كورونا، بالاضافه الى التبرع بالدم، عندك التحقق من حالة الطلب في البحث الطبي، وخدمات البحث عن طبيب منشأة صحية في دبي سواء كانت حكومية ولا خاصة. وبعد عندك تقدر تواصل مع الهيئة على أساس إنه لو عندك شيء تراه شكوى، وبعد عندك التواصل المباشر المحادثة المباشرة مع مركز الاتصال النفسي. نعم، أيضا أستاذ وليد يعني تفضلت بأن يعني هناك في أيضا يعني خدمات كثيرة أثناء يعني استخدام التطبيق هذا، ونقطة جميلة بأن أيضا هناك في ربط، يعني إذا احتاج أي متعامل أي شخص معلومات عن اسم طبيب، عن يعني مؤهلات هذا الطبيب، وأيضا عن المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة، بإمكانه أن يدخل هذا التطبيق وأن أيضا يستفسر عن هالمعلومات. لو تحدثنا عن هذا الجانب شوي أستاذ وليد. طبعا تبسيطا العمليه نفسها، عندنا نحن مرضى في دبي من جميع الامارات، اذا
حب المريض نفسه يدور على تخصص معين في دبي، حب يدور على عيادة معينة في دبي، ولا شخص دكتور معين في دبي وتحقق من رخصة الطبيب، هذا ممكن فتح التطبيق، ومثل ما قلنا تطبيق مدفوع بالعربية وبالإنجليزية، ومجرد ما يدخل الاسم يقدر يطبع له اسم الطبيب وبيانات التفصيلية، ولا إذا العيادة بيعطيني موقع العيادة وكيف يوصل للعيادة هذه بس. نعم طبعا أستاذ وليد، يعني جميع الخدمات اللي يعني أطلقتها هيئة الصحة بدبي، سواء يعني الفترة السابقة وأيضا الآن، هاي الخدمات كلها خدمات يعني تسهل على المتعاملين هيئة الصحة بدبي لي يعني الاستفادة من خدماتها المبتكرة، من خدماتها المتميزة. كيف تشوف أستاذ وليد مدى تفاعل واستخدام لاستخدام الخدمات الذكية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي؟ طبعا لا نغنيك اخوي استاذ عبد الله، الفتره الاخيره كانت فتره صعبه على الجميع، الحمد لله الامور الحين احسن. كان في تحدي الاشخاص مثل ما يقولون التباعد الجسدي، نعم وكان يتطلب الاشخاص يكونون في عزله، يكونون في بيوتهم. فالاشخاص هاي طبعا عندهم احتياجات طبيه، مثل التواصل مع طبيب اذا في حالات خطره صارت لا سمح الله شيء، لو عندهم بعد اعراض معينه وشاكين كورونا. خدمة عندنا تطبيق لهيئة، عندنا خدمة طبيب لكل مواطن، خدمة نعم طبيب لكل مواطن، وفي التطبيق نفسه تقدر تحجز موعد مع طبيب وتشوف الطبيب وتحصل الاستشارة الطبية نفس الوقت، ويقول لك الطبيب بوجهك هل أنت وضعك خطر، هل وضعك عادي طبيعي، شو تسوي. فطبعا خلال الفترة الأخيرة كان يعني استخدام الخدمة هذه هاي كبيرة وايد، طبعا وايد نظرا للظروف يعني نقول تم استخدام الخدمة هذه بصورة يعني بسطت المرضى عندنا نحن التواصل مع الأطباء، وفي نفس الوقت سهلت لهم العملية، يعني كانوا لهم مجرد ما يصيروا بيوتهم ما له داعي يصيروا العيادة صحيح حسب الإشارة الطبية ولا حسب يعني احتياجاتهم، والطبيب نفسه يوصف لهم شو اللي لازم يسوونه في المرحلة الثانية. طبعا بالإضافة لهذا عندنا نحن خدمات المرضى هي بالتفصيل، تقدر تشوف مواعيدك السابقة والقادمة، تقدر تشوف الأدوية اللي وصفت لك أنت اللي لازم تاخذها الحين، وبعد نفس الوقت تشوف نتائج تحليل المختبر من خلال تطبيق الهيئة. نعم وبعد من أكثر الخدمات المستخدمة عندنا نحن، عندنا مثل ما قلنا ربع أسرة يمكن سوى فحص لقريب لكبير بالسن، لعامل مساعد، لولده تحت كوفيد 19، يقدر يضيف قريب للتطبيق هذا نفسه الشخص اللي هو يقوم برعايته ويطلع على نتائج تحليله بعد والأدوية ومواعيده بعد نفس الشيء. نعم طبعا أستاذ وليد، يعني هيئة الصحة بدبي قدمت وما زال تقدم دائما خدمات يعني بأسلوب مبتكر وبأسلوب يعني ذكي. طبعا نحن خلال الفترة الحالية يعني جائحة كورونا، هناك الكثير من التطبيقات أستاذ وليد اللي يعني تم توفرها وعلى جميع المستويات، يعني هناك خدمات ممكن يستفيد منها التطبيقات الذكية اللي هم كبار المواطنين، أيضا هناك خدمات ممكن يستفيد منها عن طريق التطبيقات الذكية اللي يعني أطلقتها هيئة الصحة بدبي، مراكز تأهيل الأطفال، مراكز الحوامل. فكل هاي الخدمات اليوم أستاذ وليد، كيف يعني تحدثنا بأن الخدمات هاي أو التطبيقات هاي الذكية دورها في رفع سعادة متعاملين والمرضى المتعاملين بشكل عام بهيئة الصحة بدبي؟ طبعا اولا الخدمات هذه تبسط رحله المتعامل نفسه، نعم مثل ما قلنا في جائحه كورونا كان صعب على المتعامل، كان يطلع برا نظرا للقيود اللي طبعا بمصلحته المريض اساس صحته الجسديه طبعا وصحه افراد الاسره نفس الوقت، وبراعه لكبار السن وجود الناس بعد ما اكثر عرضه للخطر في البيت نفسه. نعم طبعا الخدمات هذه مثل ما قلنا هدفنا الاول للمجتمع اكثر صحه وسعاده، هذه رؤيتنا نحن. نعم بناء على المنظور هذا نحن اول شيء نشوف الصحه، بناء على التطبيق هذه والخدمات هذه ممكن المريض نفسه يستفاد كيف يقدر يهتم بصحته اكثر نظرا للظروف. طبعا بناء على الصحه والسعاده طبعا هذا هو الهدف له. نعم مثل ما قلنا كبار السن عندنا نحن ضايفين خدمه لرب الاسره، ممكن يضيف عند كبير السن، لان كبار السن اغلبيتهم ما يستخدمون الخدمات الذكيه. فنحن ارتئينا ان قرر شخص في المنزل يقدر
يعير ولا يساعد كبير السن هذا نفسه في الخدمات هذه. عندنا نحن في الملف الطبي عندنا نحن موضوع سرية المعلومات مهم وايد، ما نبغي أي شخص يطلع على المريض نفسه. الملف الطبي اللي عندنا نحن مسجل بيانات المريض كبير السن، بنحط رقم موبايل هناك، من رقم الموبايل يقدر يربط ملف قريبة على خدمات نحن الإلكترونية. نعم أستاذ وليد. نعم تفضل. أستاذ وليد، إذا كانت هناك من كلمة تحب توجهها لمستمعينا الأعزاء اليوم، طبعا هيئة الصحة بدبي توفر الكثير من الخدمات الذكية، الكثير من التطبيقات الذكية اللي هي تسهل الحقيقة على الجميع، يعني متعاملين هيئة الصحة بالاستفادة. حضرتك تكلمت عن موضوع خدمة طبيب لكل مواطن، اليوم عندنا أيضا مبادرة دوائي، عندنا خدمة الواتساب، جميع الخدمات هاي أستاذ وليد تحسبها مرتبطة مع بعض. يعني اليوم الشخص إذا يحتاج استشارة طبية، وليس فقط في ساعات معينة، استشارة طبية خلال الساعة 24 ساعة يقدر يستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن. وأيضا نضيف بأن يعني إذا احتاج الشخص هذا عن طريق الاستشارة أدوية، فيعني مبادرة دوائي أيضا موجودة بأن يستفيد. كيف أستاذ وليد لو تعطينا كلمة تنصح فيها المتعاملين بهيئة الصحة من الاستفادة من الخدمات المتميزة اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي؟ أنا شاكر لك أستاذ عبد الله على موضوع طرح خدمة الواتساب. نعم. خدمة الدوائي طبعاً من الخدمات المميزة بالهيئة. طبعاً هدفنا كهيئة أن نوصل لأكبر شريحة ممكن نوصل. فخدماتنا نحن الحمد لله موجودة على أغلب القنوات، سواء كانت تطبيقات ذكية، سواء موجودة على مركز الاتصال. يعني خدماتنا نحن بعد تقدر تتواصل مع مركز الاتصال عندنا نحن وتحصل خدمات نفس الوقت. خدماتنا نحن حاطينها الحين على طريق الواتساب. وبعد أساس نخدم صراحة أكثر توصيل الأدوية للمنازل، هم خدماتنا نحن نقدر نقدم من خلال الموقع عندنا نحن طلب توصيل الأدوية. نعم. بالبيانات التفصيلية هي كريكر فيها البيانات. فالهدف الأول والأخير من الموضوع هذا أن نوصل لأكبر شريحة ممكن نوصل لها نقدم لها خدماتنا نحن. فتواجدنا نحن على معظم القنوات الحمد لله الإلكترونية، مراكز الاتصال، على الموقع. هذا هدف الأول والأخير أن نوصل لأكبر شريحة ممكنة. والحمد لله يعني خلال الجائحة الأخيرة لاحظنا إقبال كبير، يعني أستاذ عبد الله، على الخدمات الإلكترونية. نعم. إقبال كبير يعني الحمد لله. يعني لما نقول في طلب الهيئة نزيد الطاقة الاستيعابية نفسها لترقي الطلبات. والحمد لله نحن أولا وأخيرا في خدمة المرضى والجمهور طبعا. نعم. أستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة يعني نبارك لكم هاي الإنجازات المبدعة الحقيقة بهيئة الصحة بدبي. وأيضا نحو طبعا دائما شعار هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. شكرا لك أستاذ وليد. مشكور طبعا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بتواصلكم معنا وأيضا ملاحظاتكم وآرائكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-5514 وعبر الرسائل النصية الذكية النصية القصيرة 4006. مستمعين الأعزاء، حقق مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي خلال الفترة الماضية إنجازات متعددة ساهمت بشكل فاعل في تخفيف العبء المالي والنفسي والاجتماعي عن الكثير من المرضى وذويهم من مختلف الأعمار والجنسيات. للتعرف مستمعين الأعزاء على هذه الإنجازات والمبادرات المختلفة التي يتبناها صندوق الصحة، يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم السيد سالم محمد بن لاحج، مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. أستاذ سالم صباح الخير. صباح الخير أخي عبد الله، كيف الحال؟
الله يحييك أستاذ سالم، نحن طبعا يعني فخورين وسعداء جدا الحقيقة بالخدمات المتميزة المبدعة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي ولأفراد يعني مختلف وحسب الحاجات الاجتماعية الحقيقة. وأنتم طبعا كمكتب الصحة هناك أيضا خدمات متميزة تقدمونها في هذا المجال، فلو تعطينا أستاذ سالم فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها طبعا صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاك الله خير أخوي عبد الله، يعني للتذكير دائما استضافتنا لنذكر جمهور الهيئة أن إحنا نقدم خدمات إنسانية لدعم الحالات الإنسانية. نعم. إلى جانب المشاريع اللي تنفذ في الهيئة. يعني فمبادرات الصندوق يعني رغم الفترة الأخيرة اللي هي مع كوفيد 19 إحنا مبادراتنا استمرت يعني من على خلال الفترة الماضية يعني نص السنة هذه الحمد لله، ولا برنامج وقف الحمد لله. قدرنا نساعد أكثر من تقريبا 400 مريض خلال المرحلة الماضية في جميع المبادرات اللي نحن نشرف عليها يعني. الحمد لله يعني حققنا يعني المبادرات ما وقفت خلال الفترة الماضية، يعني خاصة المبادرات الطارئة مثل القلب أو الكلى أو المبادرات أمراض السرطان وهذه كلها الحمد لله. نعم استمرت يعني. نعم أستاذ سالم، لو نتحدث معك عن أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها من خلال صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. في الفترة الماضية طبعا تذكر فترة رمضان الحمد لله يعني مشروع ولك مثله للحالات العمالة الموجودة في الهيئة والعمال النظافة والأمن هذا، ففي طول فترة رمضان طبعا خصصنا لهم تقريبا ممكن وفرنا وجبات غذائية اللي يكونوا العاملين اللي في فترة المغرب أكثر من 21,000 وجبة تم صرفها خلال فترة رمضان للمتواجدين خلال فترة العمل في الفترة هذه، طبعا بالتعاون ويا جمعية بيت الخير تم توفير الوجبات الغذائية هذه. وطبعا شارك معنا السنة هيئة الطرق في جزئية من المبادرات الرمضانية يعني، إلى جانب طبعا المبادرات العامة اللي نحن نشرف عليها دائما اللي هي برنامج مساعدة وبرنامج انقذ قلبا والعيون الامراض النفسيه ومبادرات العياده التطوعيه ومبادرات تغير حياتهم. نعم. وانقذ قلبا هذه المبادرات استمرت يعني بدون توقف خلال الفتره الماضيه يعني. صحيح. طبعا استاذ سالم يعني المبادرات اللي تفضلت وذكرتها كلها يعني مبادرات حيويه ومبادرات فيها يعني الاحساس بال يعني نوع من الانسانيه، وفيها يعني مبادرات الحقيقه ايضا يعني في بدايه الحديث نحن تكلمنا بان المكتب هذا مكتب صندوق الصحه بهيئه الصحه بدبي لا يعني فقط يعني مساعده ماليه، وانما انتم ايضا تنظرون للشخص هاي كاداره حاله يعني من الجانب المالي وايضا من الجانب النفسي وحتى استاذ سالم من الجانب الاجتماعي. لو تحدثنا عن المنظومه هاي كيف المكتب يعني يقوم بعمل إدارة حالة الإنسان هذا ليس فقط من الجانب المالي ولكنه من النفسي أيضا والاجتماعي. وطبعا لو نرجع لأهداف ورؤية الهيئة. نعم. توفير يعني يكون الموظف أو المتعاملين الهيئة أو سكان دبي يعني مجتمع صحي وآمن. نعم. فمن هالمنطلق طبعا إحنا هيئة الصحة يعني بادرت في أن يكون في صندوق الصحة على أساس أن الخدمة توصل يعني للشخص العادي أو الشخص اللي هو يعني ما يقدر يقدم خدمات يعني يدفع رسوم العلاج وهذا، فما يشيل هم شكل ما قلنا. أو نعم. حكومتنا دائما تكون في الأمور هذه أن الخدمة الصحية متوفرة في جميع الظروف يعني. فالحمد لله أن احنا ويا قياداتنا يعني ننفذ الرؤية اللي هي أنك أنت ما دام مقيم في دولة الإمارات خدماتك بتوصل. نعم. إحنا بس لنا في رمضان أو قبل رمضان
بالتنسيق طبعا ويا إدارة الصيدلة، كل المرضى اللي كانوا مسجلين في البرامج العلاجية اللي عندنا في صندوق الصحة، طبعا ويا برنامج توصيل الأدوية بدوائي في إدارة الصيدلة، نعم وصلت لهم أدويتهم، أمراض السرطان، الأمراض التصلب اللويحي، العيون الجلدية، فكلهم بالتنسيق مع إدارة الصيدلة وصلنا لهم أدويتهم لغاية بيوتهم. فهاي كانت خدمة مميزة سويناها في خلال الفترة الماضية، وموقع يعني كل مريض مسجل في هيئة الصحة وتحت برامج المساعدة ما انقطعت أدويتهم خلال الفترة الماضية بعد، والحمد لله. نعم أستاذ سالم، طبعا يعني هناك بعض اللي أنا أعرفه، يعني في بعض الحالات المرضية تحتاج ليس فقط إلى يعني مبلغ مالي خلال يعني مرة واحدة، خلينا نقول هناك بعض الحالات أنتوا تساعدون لفئة معينة من الناس أن تحتاج إلى يعني دعم صحي بشكل مستمر خلال السنة، لو تحدثنا عن هذا الجانب أيضا. طبعا نحن بعد بالنسبه للمرضى المواطنين، تعرف المريض الكبير السن خاصه في الفتره الماضيه كان اضطروا ان يطلعونهم من المستشفيات على اساس الخوف عليهم من ان تنتقل العدوى عليهم او صحيح شيء هذا، فقدرنا نحن بالتعاون ويا طبعا الاهالي ان نوفر لهم الادوات المنزليه اللي يحتاجونها من اسره او اجهزه طبيه. نستغنى ويا طبعا بالتعاون ويا شكل المشاركة في التكلفة مع التأمين الصحي ومكتب صندوق الصحة، وبالنسبة للمواطنين فقدرنا نوفر لهم كل الإمكانيات هذه اللي يحتاجونها في بيوتهم من خلال المشاركة في قيمة التكلفة لتوفير غرفة طبية آمنة بالنسبة لكبار السن أو المرضى اللي هم طويلين الإقامة في المستشفيات. نعم إلى جانب طبعا نحن نتابع الحالات هذه يعني باستمرار، خاصة الأمراض اللي تحتاج متابعة دوائية طول السنة، أو الحالات اللي هي تحتاج مثل تركيب الأجهزة المساعدة صحيح اللي هم مرضى الكلى أو أصحاب الهمم وهذا. فالبرامج هذه الحمد لله أنها تعطينا خدمة مستمرة مع المرضى يعني. فالحمد لله أنا قدرنا نحن يعني ما نوقف أي ميزة من الخدمات هذه بالنسبة للمرضى اللي تابعوا هيئة الصحة خلال المرحلة الماضية. نعم أستاذ سالم، طبعا هناك عدد من المرضى المستفيدين من الخدمات ومبادرات هذا الصندوق، لو نتكلم عن عدد المرضى وأيضا أستاذ سالم عن الآلية، يعني كيف آلية الاستفادة من خدمات صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي؟ اي احنا من في الفتره الماضيه قدرنا يعني نغطي تقريبا حدود 400 مريض شكل ما قلت، كان نعم كلفتهم في حدود ال 500 او ال 5 ملايين تقريبا في الفتره الماضيه فقط. يعني نقول نحن بعد رغم الظروف اللي موجوده قدرنا نغطي مثل هذه الحالات. طبعا خدمات الهيئه او خدمات صندوق الصحه في الهيئه ان المريض المعسر او المريض اللي قدمت للهيئه خدمه وما قادر يغطي الرسوم هذه، في إجراءات معينة من خلال طبعا إدارة المستشفيات والخدمة الاجتماعية في المستشفى يتم دراسة الحالة وتقييمها في نفس اليوم ورفعها لمكتب صندوق الصحة ومساعدتها في نفس اليوم دون أي تعقيدات يعني إجرائية يعني. فالحمد لله احنا يمكن نقدر نقول احنا الحالات اللي نغطيها 99% من الحالات اللي هي مكتملة الإجراءات يتم الموافقة عليها في دعمها، إن كان دعم كامل أو دعم جزئي يعني. ف يعني صندوق الصحة يقدم الخدمة هذه طبعا بشكل نقول احنا للجمهور بشكل عام صحيح وللأسر أو الحالات المعسرة طبعا. نعم، والجميل أيضا أستاذ سالم بأن يعني عندكم برنامج وهناك أيضا يعني بروتوكول وهناك آلية. الحلو في الموضوع بأن أيضا يتم مثل ما أنت تفضلت دراسة الحالة،
يعني أي شخص يتقدم لصندوق هيئة الصحة بدبي هناك في آلية، مستمعينا الأعزاء، آلية معينة وناس أيضا متخصصين لدراسة حالة الإنسان هذا ومدى حاجته من الاستفادة من صندوق الصحة. لو تحدثنا أستاذ سالم عن جزئية الجانب الاجتماعي اللي يتم فيها تقييم حالة الشخص اللي يتقدم لصندوق الصحة. ان شاء الله. هو طبعا تعرف المريض انت يوم تي خاصه اذا شخصته في الامراض الخطيره ولا المزمنه، نعم، وجيت وقلت له انت عندك مثلا سرطان، هذه روحها صدمه تعتبر للمريض. وجيت وقلت صحيح. له ان تكلفه علاجك بتكون 100 او 200 او 300 الف، فهاي صدمه ثانيه بالنسبه للمريض. بس نحن واجبنا طبعا نحن نقول له بس نحن ان شاء الله بنقدر نصمم لك برنامج نقدر نساعدك فيه من ناحية الفحوصات والتحاليل وهذا. فهني انت شلت عنه الهم هذا اللي هو نعم صحيح. يعني بيفكر. طبعا المريض يوم تقول له هذه هو ما بيفكر في نفسه بس، طبعا بيفكر في عائلته وفي نعم. مصروفاته الثانية وهذا. فنحن نقول له خدماتك الطبية ان شاء الله اذا انت ما بتقدر تدفعها او غير لائق انك تدفعها، الجانب هذا احنا نقدر نتكفل نعرف فيه. عن شركائنا، نحن نقدر نساعدك في تصميم لك يعني برنامج علاجي معين يعني. فهاي الجانب اللي نحن الحمد لله قدرنا نوصله يعني بالتنسيق ويا طبعا شركائنا، ان المريض اللي يدخل هي يعني ويجيك مريض قلب تقول له والله قيمة القسطرة او تكلفة القسطرة بتكون 30 ألف، هذا روح بتيجي جلطة مرة ثانية. نعم. الحمد لله احنا قادرين ان نقول له ما دام انت ما قادر تدفع نحن نقدر نساعدك ان شاء الله خلال برامجنا اللي نفذناها او قسناها خلال المرحله الماضيه، مثل القلب من البرامج اللي انقذ قلب من البرامج الناجحه، لان المريض يجي في حاله طارئه وما قادر يدفع والاطباء ما يقدرون يعني يرفضونه، احنا نتدخل هذه في ان نحن نقولهم كملوا برنامج علاجه وروح الباقي احنا علينا ان شاء الله. نعم طبعا أستاذ سالم، نحن أيضا يعني المبادرة مثل مبادرة صندوق صحة دبي أكيد هناك في يعني دعم مستمر ودعم يعني دائم من القيادة العليا بهيئة الصحة بدبي عن هاي المبادرات الحقيقة اللي تلمس يعني حياة الإنسان وصحة الإنسان وأيضا الجانب الإنساني في هذا الموضوع. أستاذ سالم، تحدثت أنت عن الشركاء، لو تكلمنا عن الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في دعم صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. وطبعا احنا تفهم السلطة العليا يعني عندنا مثل من المدير العام ومدراء المستشفيات او الادارات، نعم، تفهمهم لدور الصندوق بالجانب الانساني اعطانا دافع ان احنا نقدر يعني بشكل ما تقول نطلع مبادرات جديدة او برامج جديدة، فهذا داعم يعني قوي لدى احنا خاصة من المدير العام للهيئة. نعم. ودعمه دائما يعني شركائنا نحن طبعا حسب المنظومة ان احنا في العمل الانساني، فطبعا شركائنا الاساسيين هم يعتبرون دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري كداعم وكجهة رسمية لكل مبادراتنا تعتمد من خلال دائرة الشؤون الاسلامية، الى جانب طبعا المؤسسات الخيرية أو الجمعيات الخيرية على مستوى دولة الإمارات، كلهم تقريبا داعمين لبرامج صندوق الصحة، وبالعكس وإحنا داعمين للحالات اللي هم يرفعونها من عندهم نسهل إجراءاتها في المستشفى. يعني طبعا دور الإعلام أو دوركم أنتم في الإعلام والتسويق دائما من الأدوار اللي هي داعمة نشر برامجنا نحن خلال يعني للجمهور او للمتبرعين. نعم. ان متبرعين طبعا من الجنسيه الشخصيات العامه مستمرين معانا خلال الصندوق يعني دعم مستمر. فالحمد لله شركائنا كلهم متفهمين دورنا في المجتمع وكسبنا ثقه الحمد لله الناس وقادرين نقدم معاه يعني ونستمر في عطاءاتنا يعني خلال السنوات الماضية وإن شاء الله نستمر يعني إن شاء الله. أستاذ سالم، لو كلمة أخيرة نصيحة تحب توجهها لمستمعينا الأعزاء عن صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. نحن في هيئة الصحة طبعا صندوق الصحة يعني أنشئ أساس دعم الحالات الإنسانية، نعم، بجميع صورها، ونتمنى أن احنا نقدر نوصل
المكان اللي نحن موجودين فيه الحين او الله حطنا في هالمكان اساس دعم الناس ان نقدم خدمه مميزه وجميع الناس يقدرون يستفيدون منها يعني، ونتمنى دعم الجمهور ويانا بعد. نعم أستاذ سالم بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير لك شخصيا ولفريق عملك المبدع الحقيقة، لعملكم الجبار، العمل الإنساني اللي تقومون به لمساعدة فئات الناس اللي تحتاج الحقيقة الدعم المالي والدعم النفسي وأيضا الدعم الاجتماعي، فكل الشكر والتقدير أستاذ سالم. شكرا. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأيضا أذكركم مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا جميعا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. في النهاية مستمعينا الأعزاء أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد الأستاذ الفاضل حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، وإجازة نهاية الأسبوع موفقة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.